أنا في الحقيقة ضد محاكمة أمينة، لأنه القضية متاعها ما تستحقش الاهتمام هذا الكل، وما تستحقش أنها تتعرض على القضاء أصلا. كيفاش نوصلوا احنا في تونس نعطيه أحكام مخفة الناس تعمل إرهاب في البلاد وتمس الأمن متاعنا، كما الأحداث متاع السفارة الأمريكية وأنصار الشريعة كيفاش خذوا أحكام مخفة، وأمينة اللي ما إنسانة مراهقة صغيرة مريضة نفسانيا ما عندهاش أفكار تخوف الأمن التونسي أو تمسه باش توصل تتحاكم وتوصل للمحكمة. احنا كتونسيات نطالبوا القضاء بانه ينظر الأمينة من الناحية النفسية ويزيد يغزر لها بانها هي انسانة مريضة وما تهددش الأمن التونسي.